All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أخطر عائلة في عالم Red Dead Redemption 2. راح نتكلم عن قصتهم من الألف للياء، وراح نشوف جميع الاحتمالات الممكنة. فيلا نخش في المقطع. أولا، في ملصق جائزة على شخص معين اسمه مارك جونسون، ومارك جونسون مطلوب للعدالة وعليه مبلغ 25 دولار. طبعا هو مطلوب للعدالة بسبب القتل وسرقة العربات والقطارات، وملصق هذا الشخص راح تحصله في الشابتر الرابع، وتحديدا في مدينة رودز. طبعا راعي القطار خوينا أودين راح يعطينا معلومات زيادة عن مارك جونسون. خلونا نسمع سويا. He's a bad egg. Fancy that. I seen them coming and going here, and I never had an inkling. Mark Johnson, the bounty. What I need to know? You gotta be wary of this one? Just the other day, he took his son out on the rails. He seemed nice enough. Seemed, when quite clearly, he is not. It can be confusing. Anything else about this old bounty you got, Johnson? I don't know what to tell you. It's a funny one. Man looks to have put roots down, worked hard, is part of the community. Almost. You never can know a person, and I say that as a married man. Well, I got a bounty to chase. They're looking for that one alive, I believe. Do your utmost. زي ما سمعتوا، مارك جونسون رجل عائلة، بمعنى انه عنده زوجة وابن. وعلى حسب كلام أودين، مارك جونسون شهد مع عائلته يقوم ببعض الاشياء الطبيعية والعادية، يعني كان يرعى الاغنام، يقوم بزراعة معينة، يعني كان بعيد عن الاجرام تماما. فامر غريب جدا انك تشوفه مطلوب للعدالة حديثا، لازم نعرف اكثر. وايضا أودين قال انه مارك جونسون عايش في المستنقعات وماخذ له أرض زراعية معينة. وفعلا لما تجي للمستنقعات راح تحصل مارك جونسون، بل انك راح تحصله معاه عائلته وقاعدين يتناقشون في أمر حساس جدا. تعالوا نسمع سويا. We ain't going till you get this right. I can't, daddy, please. Let him in. He's been trying for hours. He ain't no kind of man till he can get on a horse. I can't do it, Daddy. He's spent. Let him rest. My son ain't no quitter. Do it again, boy. My arms are like rope. Leave it, Billy, please. He ain't trying, is all. Again, boy. I can't. I'm beat. Look at him. He's worn through. He will be if he don't get up there. I'm sorry, Pop. Oh, the boy's crying. I ain't raising no goddamn sissy. زي ما شفتوا، ابن مارك جونسون كان يحاول انه يركب على الحصان لكنه مو قادر. كان يقول لا استطيع لا استطيع لا استطيع، بينما الاب كان مصر اصرار كبير جدا على ابنه انه يحاول ويحاول ويحاول، وكان يقول ما عندي ابن ما يعرف يركب على الحصان. والزوجة من طرف آخر كانت تقول لمارك جونسون، شوفوا تراه قاعد يبكي، خلاص اتركه، علمه في وقت لاحق، تراه تعبان وغيره من هذا الكلام زي ما سمعته. الآن آرثر مورغان راح يداهمهم. Oh,
talk to Mama Boy. Don't shoot. I'm unarmed. We knew you was coming. I got something to ask. I'm a changed man, okay? Let me say my farewells. I'll come away peaceable. زي ما شفتوا مارك جونسون طلب انه يودع عائلته. طبعا انت مخير بين امرين، يا انك ترفض او انك تقبل. راح اوريكم الخيارين. طبعا لما تقبل طلب مارك جونسون هذا اللي راح يصير. Make it quick. You're a forgiven man. Boy. Boy, come here. Listen. Exactly as I say. You hear? Don't. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay? You gonna take me for what? This is bullcrap! Don't look away, boy. You remember this moment. You're the man now. Be a man, boy. زي ما شفتوا مارك جونسون كلم ولده على أمر معين، ولاحقا اتضح الأمر أنه مارك جونسون كلم ابنه على أنه الابن يروح عند أصحاب مارك جونسون وعصابته عشان يجون يحررونه. وفعلا زي ما شفنا سويا جاءوا داهمونا، لكن آرثر مورغان كان مستعد وقتلهم كاملين. لكن لو رفض طلب مارك جونسون ما راح يهاجمونك العصابة، لكن مارك جونسون راح يفك نفسه بنفسه زي ما تشوفون. طيب حنا راح نسوي شيء مختلف جدا، واللي هو راح نقتل زوجة مارك جونسون، بعدها راح نوديه للعدالة. هل فعلا راح تتغير الحوارات او لا؟ تعالوا نشوف سويا. Let me say my farewells. I'll come away peaceable. I can't let you do that. I hope you ain't ever in this position. Hey, all right, just take me in then. This is hard enough on them already. Mark, help! Hey, over here! Over here! Hey! Lower that weapon! Leave us alone, sir! Oh, God! Run, boy! Go! Mama! Mama! I said you answered for that, and you will, all right? No! No! Sweet girl! You're gonna answer for that! Okay, then, girl. You're a killer! A no-good killer! I might have done things, but I changed! You're evil, mister! You're gonna answer for this! What you did to her, it's gonna catch up with you! You'll pay! You'll pay! It'll come around, mister, and it'll bite you! زي ما شفتوا اختلفت الحوارات بشكل كامل جدا. يعني اول لما ما قتلنا زوجته كان يتكلم عن انه خلاص ترى انا تركت الاجرام وزي كذا وانه بطل هذه الحياة، لكن الان بعد ما قتلنا زوجته قاعد يقول لنا يا قاتل يا جبان، وانه ترى قتلك لزوجتي راح يخسرك اشياء كثيرة وانك يعني راح تندم على هذا القرار، وغيرها من التهديدات الاخرى. طبعا الان راح ناخذه لي مكتب الشيرف وتحديدا للسجن، وهذا اللي راح يصير. Found this feller on a small holding. Name's Mark Johnson. He's a murderer, Sheriff. My boy'll tell you he killed my wife. You can only run so long, son. There's your cell. You're lucky it's not a grave. Bounties is a rough business, Sheriff. Things happen, you know how it is. زي ما شفتوا مارك جونسون كان يقنع الشيرف انه المفروض آرثر مورغان يكون في السجن وليس انا، لانه قتل زوجتي. وآرثر كان يقول يا شيرف زي ما تعرف هذه الاشياء تصير في عالم صيد الجوائز، يعني بمعنى اخر آرثر مورغان كان يصرف الموضوع ويبرر فعلته زي ما شفنا. طبعا مارك جونسون راح يستمر في لوم آرثر مورغان في عدة لقطات، تعالوا نشوف سويا. He's the one you should arrest. I swear I'm a good man now, Sheriff. I got a son. Everyone's got a sob story, Johnson.
I built a home out in godforsaken country. Land no one would want. I made amends, I promise. I'm not listening. طبعا لما تجي لرودز بعد عدة أيام راح تحصل التالي. All right. Without further ado, pull the lever. Remember, all of you, Rhodes is a parish of law and order. With me as sheriff, I guarantee that this law and order will be served. Well, that brightened up my day. Hey there, you can't be up here. زي ما شفتوا تم شنق مارك جونسون بنجاح وتم التخلص منه، لكن سؤالنا هل بإمكاننا إنقاذ مارك جونسون؟ الإجابة نعم، وهذا اللي راح يصير. زي ما شفتوا مارك جونسون كان مستغرب بشكل كبير جدا، وقال صراحة ما فهمتك لكن أنا أسامحك يا سيدي. بعدها هرب. وهذه هي قصة مارك جونسون من الألف للياء مع جميع الاحتمالات يا لهبيين. صراحة قصة مارك جونسون مشابهة جدا لقصة الأسطورة جون مورستون، متشابهة جدا، يعني كلاهم سابقا كان مجرم وكان يسرق وزي كذا، لكن بعدها خلاص ترك حياة الإجرام وبدأ حياة جديدة بعيدا عن الإجرام وأهل الإجرام وكون له عائلة أو غيره من هذا الكلام. لكن الشيء المؤسف إنه حياتهم الإجرام خربت حياتهم الجديدة زي ما شفنا، سواء مارك جونسون أو جون مورستون. صراحة أنا أتعاطف مع الاثنين. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن قصة مارك جونسون وأي الخيارات أعجبكم أكثر. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.